أنا أشوف شخصيا حضارة ما أخذت حقها من التاريخ. عندك مملكة قيدار، مملكة قيدار لما كانت دائما بحروب مع الأشوريين والبابليين، بعد انتصار الملك شلمى نصر الثالث على مملكة قيدار، لما وثق الانتصار كتب الملك جنديب وملك العرب، وهذا أقدم وأول ذكر الكلمة عرب. فمملكة قيدار شعبها كانوا طبيعة حياتهم إلى حياتنا اليومية اللي الآن، يعني البدو كانت قبائل لها شيخ يحكمها، بعدين اتطورت أصبحت مملكة والحكم وراثي. في عندك ملكات عربيات مثل الملكة زبيبة، الملكة شمسي، كلهم أداروا مملكة قيدار اللي عاصمتها الآن دومة الجندل، كان اسمها دوماتو، فاللي هي فيها قلعة مارد، وهي تابعة لمملكة قيدار. بس صار في استيطان للحضارات كثيرة مثل الفترة الإسلامية والأنباط وغيرها. فكانت الحروب مع الأشوريين كانت بسبب طرق التجارة لأنها تشق إلى سوريا، وتم العثور مثلا في مصر على أواني تابعة للملك مملكة قيدار. لكن وين الأواني مثلا، ممكن أسألك، أو المخلفات الأثرية اللي في دومة الجندل هي عاصمتهم؟ يعني ما نعرف، مثلا دائما يقول لك المنتصر يكتب التاريخ. فكل اللي نعرفه عن مملكة قيدار بناء على النقوش الأشورية اللي ذكرت مملكة قيدار اللي حاربت القيدارية بالضبط، وهذه الأشياء اللي يذكرها المنتصر. طبعا لا شك أن الأشوريين يعني حضارة كانت الأقوى يعني في وقتها وكل شيء صحيح. لكن وين ممكن نقول مملكة قيدار شعبها يحكي عن نفسه؟ فهذا أكيد أنه موجود،